السلام عليكم ابطال، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في قناه بابيتو في اس. ما نطولش عليكم الخوت، غندخلوا في الموضوع ديريكتومو. المهم الخوت، عندنا جوج مواضيع. الموضوع الاول هو ان غلوري تعاقب خصم بدر هاري اركاديوس جيسيك وجمال بن صديق يوبخ اركاديوس جيسيك لسبب. قبل ما نهضروا على هذا الموضوع، انترو بابيتو VS خباي سعيو بوعد بالاس جبعو دون الارس يجي في الملايا اللي في خيرو كي بلاس good time good bless شفي مباي اون فينس لو سوعة تاج مدخل الفيتنس عشيري كان قو في الامباك حبيبة طيبي ليش. بعد الاحداث اللي وقعت في غلوري 80 يوم 19 مارس الماضي ببلجيكا، قررت غلوري حينئذ توقيف النزال بسبب الشغب، يعني جمهور ديال اركاديوس جيسيك اصلا هذاك جمهور ديال كره القدم ماشي جمهور ديال الكيك بوكسين، يعني هما السبب باش وقع هاد الشغب هادي. الا عاد كما شفتوا بان اركاديوس جيسيك مشى عندهم، يعني باقي كيشجعهم ولا ما عرف، ما فهمتش انا، غنشوفوها في الفيديو. اما بالنسبه للجماهير المغربيه دائما كيحضروا مع بدر هاري وجمال بن صديق، مع عمرها وقعت هذه الحادثه، لذلك قررت غلوري ان تعاقب اركاديوس جيسيك. العقوبه غتكون ما عارفينش العقوبه نيشان، المهم بحال اللي قالوا في المقال ديالهم بان العقوبه غتكون توقيف لعده مباريات لشهور، المهم عندهم توقيف اركاديوس جيسيك وغرامه ماليه، توقيف اركاديوس جيسيك وغرامه ماليه. هذا هو الحكم ديال غلوري على اركاديوس جيسيك بسبب الشغب اللي دار الجمهور ديالو. اما بالنسبه لجمال بن صديق، فجمال بن صديق يعاتب اركاديوس جيسيك لسبب، لان عنده سبب يعني مقنع، العائله ديالو كانت تما، خوتو يمكن الوالد ديالو يمكن العائله ديالو كانت تما، يعني كانوا غيوقعوا في مشكل وغتوقع عليهم شي حادثه بسبب هذا الشغب. جمال بن صديق ما عجبوش الحال، لان ديك الجمهور زادوا فيها بزاف وطلعوا النيفو بزاف، لذلك جمال بن صديق يوبخ اركاديوس جيسيك ويريد يعني كيتحدى اركاديوس جيسيك ماكراش، قال له غنلعب مع اركاديوس جيسيك واخا في بلاده، واخا في كوره في بولونيا، يعني في بلغاريا في بولونيا، قال له غنتحداه واخا في بلاده، المهم غنتقم منه بسبب ان عرض العائله ديال جمال بن صديق للخطر. هذا هو خبر اليوم، فوقاش ما وصلتنا شي اخبار، غتلقاوها ان شاء الله على قناه بابيتو. ما عليكم الا ان تابونيو معنا في قناه بابيتو في اس وتفعلوا الجرس وتشجعونا باللايك، لان تفعيل الجرس باش يوصل لكم الجديد، فوقاش كتفعل الجرس كدير تن عرف كتعرف بان الجديد وصل. ما نطولش عليكم الخوت، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، انتظرونا.